بيان للرأي العام على مدار الأحد عشر عاماً ودولة الاحتلال التركي تمارس أفظع ممارسات القتل والتهجير والاغتصاب بحق الأراضي السورية، إضافة أنها كانت بوابة وداعم للإرهاب في سوريا. أكثر من 30% من الأراضي السورية تحتلها تركيا، وتحاول احتلال المزيد من الأراضي من دولة جارة، ضاربة كل المواثيق الدولية عرض الحائط. واليوم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة التي فشلت تركيا في أخذ موافقة دولية لاستكمال عدوانها واحتلالها للمزيد من الأراضي السورية، لجأت لأساليب أكثر عدوانية، وهو إشعال الجبهات الحدودية وحرب المسيرات. ذهب ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى وتدمير البنى التحتية بهدف إثارة الرعب والفوضى في مناطق شمال وشرق سوريا، تمهيداً لإفراغها من تكوينتها التي تعايشت منذ قديم الزمان. واليوم رسمت أجمل لوحات التعايش المشترك في ظل كنف الإدارة الذاتية باسم الأحزاب السياسية العاملة في مدينة الرقة. اليوم اجتمعنا لنوصل للعالم أجمع رفضنا واستنكارنا لما تقوم به دولة الاحتلال التركي تحت أنظار العالم، ونؤكد على وقوفنا مع مشروعنا، مشروع الإدارة الذاتية، وقواتنا العسكرية، قوات سوريا الديمقراطية، في حقها في الدفاع المشروع ضد تلك الممارسات التي سجلت في قائمة أفظع الجرائم في القرن الواحد والعشرين. ولعله لم يخفى عن العالم جريمة استهداف مدرسة للبنات بعمق 43 كيلومتر راح ضحيتها 4 شهيدات. من هنا جئنا لنطالب المجتمع الدولي بكافة الهيئات السياسية والحقوقية والإنسانية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات سريعة بحق الاعتداءات التركية بحق المدنيين. كما نطالب الدول التي لها حضور في الملف السوري وهي ضامنة لوقوف الصراع السوري بالإيفاء بالتزاماتها في وضع حد لتلك الانتهاكات. وأخيراً نطالب حكومة دمشق لعب دور أكبر في صد العدوان التركي، وأن تدافع عن سيادة الأراضي السورية، والعمل مع القوى الوطنية لتحرير المناطق المحتلة وإخراج تركيا من كل شبر من الأراضي السورية. عاشت سوريا حرة ديمقراطية. الرحمة لشهدائنا، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية لمعتقلينا. الأحزاب السياسية في الرقة: حزب الجمهوري الكردستاني في سوريا، حزب سوريا المستقبل، حزب الاتحاد الديمقراطي بيده، حزب التآخي الكردستاني، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا منظمة الرقة، حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا مكتب الرقة.